بلدي وموطني وثورتي من أجل جمهوريتي ووحدتي وأمتي. أنا هنا من أجل من تشردوا وعذبوا وطردوا حتى يعود المبعد ويأمن المشرد. أنا هنا أنا بشير المتعبين، أنا غذاء الجائعين، أنا الخلاص للسجين، أنا السلام والحنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من هنا من الجوف. هذه الجوف التي تمتاز بالتربة الخصبة للزراعة، لكن للأسف الشديد الحوثي وعفاش استخدموها في زراعة الألغام، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى باقي شوية وينتهوا منها. أنا هنا في جبهة حام، في جبهة حام باقي شوي وينتهي الألغام إن شاء الله سبحانه وتعالى. نقابل الرجال الأبطال المرابطين هنا في هذه المتارس في صفر، اسم هذا صفر الحنية، هذا موقع من المواقع حق جبهة حام، وإن شاء الله سنلتقي بالمبدعين والمواهب من رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. تعالوا معنا خطوة خطوة. بسم الله. كذا جو المعارك وجو الحماس والمعنوية عالية، ومعنوياتكم يا حوثي واهية، هانا به كم من داهية. نسمع زاهية. السلام عليكم. كيف الدنيا رجال؟ مرحبا. ولو عن سلام ثاني عن سلام الله توفيق حياك يا استاذ عبد الله. طبعا نلتقي هنا بالناطق الرسمي للمقاومه هنا في الجوف الاستاذ عبد الله الاشرف، سمعنا عنك الكثير واليوم تشرفنا بلقائك. تشرف بزيارتكم واهلا وسهلا بكم. حياكم الله. حيا الله استاذ محمد. الله يحييك. طيب ليش انت جالس هنا؟ المفروض انت ناطق رسمي تبقى يعني كما قلت شيء يعني تصريح ولا شيء وخلاص تكتفي، ليش ما بلد تحضر الجبهه؟ تعاليم اهل الجوف او الطابع الذي طبع على اهل الجوف انهم دائما ملتصقين بالميادين، المحافظ نفسه مدني وانظر اين مكان الان. من في كل الجبهات من صبرين الى الغيل الى المتون الى كل المكان. ما شاء الله. هذه تبع مديرية المتون؟ هذه تبع مديرية المتون، وهذا المديرية في الجهة الجنوبية. وايش الاخبار الان؟ بشرنا الان هذا صفر الحنية، المواقع التي يعني سيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكانت قاصمة لظهر الحوثي الحمد لله. وان شاء الله هذه هي بوابة مديرية الزاهر الى حرف سفيان. أنت شاعر أيضا، مزون هذا في هذا البرنامج نستخرج الشعر أكثر مما نسمع منك تصاريح. مزوملين ولا استلان شعراء. أحسن شيء نحن نسمع الزوامل، زوامل بنكهة الحرب يومك سعيد. حياك السلام. في زامل الآن. في زامل الآن. إذا نستمع. يا جبل حام سارع ولا حظ ما قف ساد ذيرا يحرره طلايا على سليم متوجه طالع يا
مدافع لا حنا دغى اليوم مسموع يا جبل حامس سارع ولا حظ ما قف ساد ذي رايح حرروها طلايع من الأذناب ومحمد النوع بوارك ترجع على سليم متوى جاء طالع يا حنين المدافع يوم مسموع يا جبل حامس سارع ولا حظ ما قف ساد ذي رايح حرروها طلايع من الأذناب ومحمد النوع بوالك تلجع على سليم متوى جاء طالع يا حنين المدافع لها حنات ذا اليوم مسموع كلمة السمل يا جبل حام سارع ولاحظ موقف السد ذي رايع حرروه الطلايع من الأذناب ومحمد النوعه يا بوارق تلاشع على سليام هذا سليام يا بوارق تلاشع على سليام متوجهه طالع يا حنين المدافع لها حنات ذا اليوم مسموعه مسموعه ما شاء الله صح الله لسانك عاد احنا مشتاقين نسمع اكثر نلبس العليا في سبيل العز نخذ نتي والبطل يتعد خل عودة بس العليا ونهجم ونهدي شاقدين الحظ حنات رعودة في سبيل العز نخذ ونهدي والبطل يتعد خل عودة بس العليا ونهجم ونهدي شاقدين الحظ حنات سبيل العز نخال ونادي والبطل يرتاح داخل حوده بس العليا ونهجم ونادي شاق ليل الحرب حنات وعوده طعم الخارق مثل طعم من ديمانها بالخصم لجات حشوده بس العليا ونهجم ونادي شاق ليل الحرب حنات نطعم الخارج مثل طعم من ديمانها بالخصم لقد حشوده بس العليا ونهجم ونهدي شاق ليل الحرب حنات رعوده نطعم الخارج مثل طعم من ديمانها بالخصم لقد حشوده بس العليا ونهجم ونهدي شاق ليل الحرب حنات رعوده وعوده صح الله لسانكم كلمات الزامل نلبس العليا ونهجم ونعدي شاقني للحرب حنة رعوده في سبيل العز ناخذ وندي والبطل يرتاح داخل الحوده نطعم الخارق مثل طعم مندي ما نهى بالخصم لا جت حشوده حشوده صح الله لسانكم الله يحفظكم ما انت ما قد احنا نشي ندردش معك اكثر ها بس نبدا نسمع من الذين هم موجودين كيف حالك الحمد لله كيف حالك ايش جابكم هنا والله جينا نقاتل ندافع عن اعراضنا وعن بيوتنا وعن كل ما نملك بسبب العنقهية اللي يقوم بها الحوثي والغطرسة والهيمنة على الأبرياء والضعفاء فما عدنا إلا نخرج وكيف البرد هنا بتصبروا على البرد البرد يروح مع استشعار الإخلاص لله الله أكبر كل شيء يروح الله أكبر ما دامت لله كل شيء هون كل شيء هون يا سلام هنا أيضا الشاعر 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 ابو مجاهد حياك الله حياك الله كيف حالك الحمد لله كيف انت هذا احنا اليوم بنسمع الزامر حقك الجديد هذا مرحبا مرحبا هذا عاد صدر قبل امس اي ما شاء الله طيب ممكن نعمل معك لقاء هناك ان شاء الله يلا بسم الله نجلس ندردش مع شاعرنا ونرجع بعدين للناطق حقنا ونتكلم ويكلمنا اكثر عن الجبهه هذه نرقص على الخارق ونعزف مغانيها
كنز من كنوز الجبهة هنا في الجوف الشاعر القدير أبو مجاهد عابد الحاسر، حيا بك. الله حياكم. أولا نشكركم على هذه الزيارة ونرحب بكم أجمل ترحيب. في البداية يسعني إلا أن أتقدم كل الشكر والتقدير لهذا الطاقم الذي أبى إلا أن يزور الجبهات، ونقول أهلا وسهلا بكم بين أخوانكم في الجوف مديرية المتون. حياك الله يا أبو مجاهد. إحنا طبعا الشيء اليوم جلسين خرج له شعر حقك أكثرهن، ما هن خيرات، لكن أقل شيء تدي لنا يعني أشعار كثيرة، ما مش اثنين ولا ثلاثة. بيش عاد بدأ لنا أحنا شيء يعني سألك، من متى بدأت الموهبة هذه؟ والله الموهبة هذا إحنا لسنا شعراء، وإنما يعني نتعلم، وبدأناها في أيام المشاكل الحروب هذا من قبل ما فيش، بس عندما وقعت الحروب والتهجير والظلم يعني طلع الهاجس المشاعر انطلقت المشاعر. يلا بسم الله ابدأ لنا، استفتح لنا بقصيدة. هذا زامل اللي عملته عاد الصدر قبل أمس. يقول مرحبا مرحبا وبشر بقطع الرأس، وارسل اللي بقي نستكمل التالي، والمعارك لنا هي مثل ما الأعراس، نبترع وسطها للحرب شعالي شعالي. يقول بعت عرضك ودينك والثمن بخاص بخاس، لعنبوا من يبيع العرض بالمالي مالي. يا رجال اليمن كم من بطل دعاس انهضوا وارفضوا إحياة اللالي لالي. يقول يا رجال اليمن كم من بطل دعاس انهضوا وارفضوا إحياة اللالي، جمعكم في تعز قد صابه الإفلاس، وانهزم جندكم من وقع الأبطالي أبطالي. نعم. يقول جمعكم في تعز قد صابها الإفلاس، وانهزم جندكم من وقع الأبطال، بول الليل نسري والوضع حساس، نقتحم للموقع العالي عالي. قال جيش ناقد وصل متقدمه جواس جواس، في سحاري اليمن والسهل وجبالي جبالي، لابتي لابتي قطعت الأنفاس، من بلاد اليمن ما ناب بن غالي بن غالي. يقول نرفض الهيمنة من شلة الأنجاس، عرضنا والشرف نبذل له الغالي، المثل قال من بكى عيال الناس بيبكوا عياله كل قتالي قتالي. يقول انتم بالسلم قلنا يا عرب لا باس، وانتم بالحرب فانا الحرب مذهالي، سلامتكم مذهالي. ما شاء الله صح الله لسانك. طبعا اللحن كان جميل جدا، لحنك ولا لحن قناف؟ لا هذا اللحن اخترناه احنا يعني. ما شاء الله. اذا سمعنا كلمة ثانية ونشيها باللحن. يقول احنا جنود الشرعية وابطالها، على المبادئ بنظل ثابتين، لا دق طب للحرب، حنا رجالها للصف الاول، جندنا متسابقين، قاداتنا في المعركة وعيالها يوم القيادة حقكم متخبيين متخبيين. يقول قاداتنا في المعركة وعيالها يوم القيادة حقكم متخبيين، جيش الوطن عزم وشد ركابها، متوكله بالله رب العالمين، واهدافنا صعده نصل جبالها، وأهدافنا صعده نصل جبالها، ننهي فلول الرافضة الحاقدين، والعاصمة قدنا ندق أبوابها، أيام بإذن الله وندخل فاتحين، وفي تعز أبطال تهدي أرواحها، قد ذكروني بالصحابة الأولين ما شاء الله. طيب أين الشلة حق؟ احنا جناد الشرع يا وابطالها، على المبادئ بنظل ثابتين، لا داق طاب للحرب حان رجالا، لصف لا وجدنا متسابقين، قاداتنا في المعركة وعيالا، يوم القيادة حقكم متخبيين. والله متخبين بيودفوا بكم ولا نعرف حد منهم، وين القيادة حقهم؟ بسروا قياداتنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الصف الأول ونعم. قصيدة أخرى يقول في هذه قصيدة يعني أعذف أنها، يقول حن قلبي للمعارك حن قلبي، والجنود مدربة والجيش حربي، والمعدل لا عزف محلا لحونا، حن قلبي للمعارك حن قلبي. يقول روحونا النشامة روحونا، قدمونا فول الصف قدمونا، والقلوب متشوقة قد هي ضمانة، حن قلبي للمعارك حن قلبي.
يقول ما نقاتل لقل شرقي او لغربي بان جاهد لقل دين الله ربي والشرف غاربي روحي قد فديته حن قلبي للمعارك حن قلبي. يقول جهزونا يا القياده جهزونا بالسلاح وبالذخاير مونونا والعدو يا ويل ويله لا لقيته حن قلبي للمعارك حن قلبي. يقول والطقوم منوعه من عند سلمان سايقه شحطه ومشيه مشي فنان والنشامه فوق ظهره مستميته حن قلبي للمعارك حن قلبي. يقول طاردوهم بعدهم لا تتركوهم حاصروهم واقتلوهم واذبحوهم واحذروهم من غدرهم والخيانه حن قلبي للمعارك حن قلبي. يقول يا اله الكون طالبك الثباتي لين ياتي النصر او حتى المماتي بالثلاث طالق طلقت الحياتي موت موت عزه خير من عيش الاهانه حن قلبي للمعارك حن قلبي. هذا طبعا عاد جديد عاد جديد وان شاء الله تصدر في ايام القادمه ان شاء الله بيكون لها بيقول لها لحن هكذا جميل ان شاء الله ان شاء الله. هذا اهدينا قصيده لابناء تعز ايام قلنا سلام للابطال يتسطر الى تعز نرفع تحياتي شعب اليمن بك يا تعز يفخر في المعركه قوم البطولاتي حاورته الغازي واهل الشر بالبندق ابو عطف شرماتي هذه نهايه كل من يغتر بركا على كيري واياتي اياتي والحق مهما غاب بيظهر وجنود ربي جاد دفعاتي ثار التعز بركان تتفجر من وقعهم رفعت هاماتي والانقلابي انهزم واقتر خلف جثث قتله بمياتي بمياتي. يقول ثار التعز بركان تتفجر من وقعهم رفعت هاماتي والانقلابي انهزم واقتر خلف جثث قتله بمياتي وختامها بالمسك والعنبه توصل تعز في كل لوكاتي تحياتي لاهل تعز الاحراري. شكرا شكرا ألف شكر تحية لأهل تعز والأحرار في اليمن كامل وهذا دليل على أن الهدف واحد إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب اختم لنا بقصيدة. يقول بعد نبت حدا لمن جاء واعتدى وكلنا شميدون عرضه براي غار صامد وفي الجبهات وقعي يشهد والحسم ما بان نرضي غير خيار ومن تخلف واختلف له مخنقه نلقى فل البارود غيم بالغبار مشتاق للجبهات قلبي تشوقه والمعركه عشقتها واحنا صغار. يقول يا جيشنا والامن خلق جاهزه حان الوعد قد حان تحديد المصار يا ويل ويله من الحرب قد بدا واللي تعدى واعتدى وسط الديار احنا اسود الحرب في يوم لقى ضرباتنا على العدو محرق ونار ثابت على مبدا ولا بتردد ثابت على مبدا ولا بتردد والله اكبر غايتي وهو الشعار والموت مره لا وصل به مرحبا حي المنيه لقبلت ليل نهار. يقول والموت مره لا وصل به مرحبا حي المنيه لقبلت ليل نهار والعهد منا من قتل واستشهد نبقى على دربه نواصل للمسار لله بعنا ارواحنا لقله فدا موت الشرف عزه ولا عيشه بعار والنصر شعشع بان نوره واشرقه بعون من ربي نعاود للديار قولوا العبد ايران قولوا العبد ايران ومله صفقه ما بان خافه لو جمع جيش التتار. يقول قولوا العبد ايران ومله صفقه ما بان خافه لو جمع جيش التتار الموت لامريكا شعاره يكذبه والقتل في الشعب اليماني والدمار والدمار. ايوه سلامتكم. تسلم تسلم ما هذا والله اني حالي قوي لو على العود سمعنا لحنها قد لحنتها عادها يعني بدايه عادها ان شاء الله ان تسمعوها في زامل اصدار جديد ان شاء الله ان شاء الله. شكرا الف شكر للمجاهد ابو مجاهد ما شاء الله عليك ان شاء الله نزيد درجه من امثالك ويفصح لسانك ويعينك. شوفوا كم الانسان يستخدم موهبه الشعر واي موهبه فيما يرضي الله في الحق يرتفع عند الله وعند خلقه. الحين الناس كلهم بيدعوا لك ان شاء الله ان يوفقك الله. هذا ان شاء الله احنا قد حنا نبذل ارواحنا رخيصه في سبيل الله والله اعطانا هذه الموهبه وواجب علينا ان نستخدمها في سبيل الله ومن استخدمها هكذا في سبيل الله بيزيدها الله اكيد ان شاء الله. موفق شكرا الف شكر لك ونواصل مشاهدي الكرام نزور المواقع الاخرى في هذه الجبهات جبهات حال. هنا في الخطوط الاماميه. السلام عليكم. اشي اسالك سؤال ما جابك هنا في راس الجبل؟ جئت هنا من اجل وطن سلبت حريته. جئت هنا من اجل ايتام خسروا ابائهم. جئت هنا من اجل منازل فجرت على رؤوس ساكنيها. جئت هنا من اجل مساجد فجرت. جئت هنا من اجل كرامه شعبي ووطني. الله اكبر الله اكبر. انبكس الله ان يوفقك وياك.
طيب والآن المثالس هناك؟ والآن هذا أحد المثالس الأمامية لقوات الجيش الوطني، حصل هجمة في الليلة الساعة 3 قبل الفجر الليلة هذه من جهة العدو، وتم صدها في أقل من الساعة، والعدو يتكبد أكثر خسائر. الله أكبر. ما همهمش حتى ما بيجوش لجثثهم، بيقتلوا الناس مليان في السائل وفي الشعوب، ونحن الآن على بوابة معسكر حام، ولا يصدق شعبنا كل الأداعي والأباطيل حقهم والمزيفة. أصلا شعارهم الكذب، هم يقولون أنهم دخلوا سد باذا. ها نحن نؤكد لشعبنا اليمني ونؤكد لكل حر في الجمهورية اليمنية أن نحن عازمون والآن على بوابة معسكر حام، وإنما نريد في هذا البقاء هنا لاستنزاف العدو، وإلا لو أردنا دخول المعسكر في يوم أو أقل من يوم لدخلناه وإلا وصلنا إلى أسفيا. ونعم ونعم. طيب الآن بشرنا كم باقي وقت يعني لو ما وصل صعدة؟ صعدة قريب من هنا إن شاء الله. صعدة قريب، صعدة حلم كل يمني، وصنع حلم كل يمني، وإن شاء الله بدخولنا صعدة وبفتحنا للعاصمة الحبيبة صنعاء سنحتفل سويا كل اليمنيين، ونفرح بالقضاء على هذه الشرذمة الخبيثة التي هتكت في نظامنا وهتكت في ديننا وشوهت بسمعة يمننا. فإن شاء الله سننتقم منها، ونعاهد الله نحن ضباط وأفراد الجيش الوطني أننا لن نتهاون ما دام فينا عرق نابض بالحياة، أننا لن نتهاون عن ترابنا الغالي هذه، ولا عن ديننا، ولا نتهاون في حق مظلوم، ولا نتهاون في مسجد فجر، حتى نعود اليمن آمنا سالما بإذن الله تعالى. بإذن الله. ونعم ونعم، زاد الله رجالنا أمثالك وإياك، ما دام قيادة جيشنا الوطني أمثالك النصر قريب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله خير، ووصولكم إلى هنا يزيد أفرادنا شحنة من ال هذا هاونة، وصولكم إلى هنا يزيد أفرادنا شحنة من العزيمة ومن المعنوية، ونقول أهلا وسهلا بكم، حللتم سهلا ونزلتم سهلا، وأهلا وسهلا بكم، إذا لم تسعكم الأماكن فقلوبنا وأحداقنا تسعكم. شكرا، ألف شكر، نسأل الله أن ينصرنا جميعا إن شاء الله بإذن الله. ودعوا دعوا دعوا لإخوانكم، الدنيا حامية من هنا، من حام الدنيا حامية، لكن النصر قريب إن شاء الله. إن شاء الله، في أمان الله. بسم الله، يلا نواصل نزور بقية المواقع. يلا السلام عليكم. بسم الله. أستاذ عبد الله، أعطي للمشاهد نبذة عن جبهة الجوف من بدايتها، يمكن أنها أول جبهة واجهت الحوثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجوف هي معركة يعني أغلبها يعني كانت الاندفاع والذاتية التي حركت المجتمع الجوفي نحو التحرير، يعني نتيجة الضيم والقهر الذي مر به ابناء الجوف، كان هذا مردود كبير في تحرير المحافظة، ولذلك تم التحرير بسرعة يعني لا تتصور، نتيجة الحاضنة الشعبية التي تحظى بها المقاومة والجيش الوطني. طيب ما هو الدافع لو ما نزلوا الحوثي عندهم؟ هل الحوثي اللي واجهتهم من نفس المنطقة، ولا نزلوا ناس من صعدهم مناطق أخرى؟ الحوثيين كلهم وافدين، يعني لا يمثلوا 5% من أبناء الجوف الحوثيين الذين متواجدين في الجبهات، وكلهم وافدين من خارج المحافظة، من حرس جمهوري وأنصار الحوثي من كل محافظة. طيب المواجهات الأولى كيف كانت، وما هو الفرق بينها وبين هذه المواجهات الذي هي؟ من بداية المعارك يعني كان الحوثيين يعني يقاتلون ويستبسلون في الدفاع عن مواقعهم، نتيجة انه كان هناك لا زال لديه يعني مقاتلين اشداء وقوياء، لكن الان بدأوا ينقرضون منذ بداية انطلاقة التحرير. ان شاء الله سبحانه وتعالى ان قد النصر قريب باذن الله. باذن الله النصر يلوح في الأفق، والمشاعر كبيرة والأمال عريضة والهمم متوقدة،
واصبحت الارحب والجبهات الناس كلهم متشوقون الى مناطقهم والى بيوتهم. انا زرت الجوف يمكن في 2013 ما كانت بهذا الزخم بالذات في المجمع، كان الناس قليل، واليوم شفت زحمه شديده. اليوم الناس اغلب الناس اللي كانوا مهجرين وكل مناطق الجوف رجعوا توافدوا وشكلوا زخم للمقاومه والجيش الوطني اللي كانوا يرجعون. وفي ناس الحين احرار من المدن التي احتلها العودي ايضا. ايضا المناطق المحتله كلهم متواجدين ابنائها يريدون دخولها. الله اكبر، ان شاء الله النصر قريب. كم جبهات في الجوف؟ الان ما قرب 5 جبهات، جبهه المصلوب الغيل هذا انتهت الحمد لله، جبهه المصلوب وجبهه المسلول وجبهه العقبه وجبهه صبرين 4 جبهات. وهذه اسمها جبهه حام ولا؟ هذا جبهه حام، هي تابعه للمتون. والجبهه المتقدمه منين ولا كلهم بيسيرين بنفس جبهه المصلوب وجبهه المتون؟ هذه متوازيه باتجاه حرب سفيان وارحب، وجبهه العقبه هذا محور صعد. ما شاء الله، ويقول هذا صعد لكن هذا محور كتاب وبقع. يعني دحين الاقرب حرب سفيان عمران وصعد عمران بعد دقيقه ساعه سد باب البطولات تذكرنا سلو مال هاجم صفر الحانية وواديها تخطر من المصلو كاسات كتائبنا تشهد لله الوطن. في الجوف هنا التقينا مع مؤسس أو مدير موقع الجوف، الجوف بريس الاستاذ القدير يحيى القمع. حياك الله. حياك ربي واهلا وسهلا بكم في الجوف. حياكم الله. نرحب بالفنان القدير الفنان الساخر محمد الحاوري هنا في منزل محافظة الجوف، هو والكادر معاه من قناة سهيل عزيزين وغاليين علينا، واهلا وسهلا بكم. حياكم الله في الجوف. كيف بدأت فكرة الموقع وكيف بتتواصل وتخرج اخبار الجوف؟ والله فكرة الموقع يعني لها حوالي 2 سنين ما دشنا الموقع وأطلقنا. بالنسبة لإرسال الأخبار كان فيها نت فضائي يكون متنقل من الجبهة نفسها، أنه ويكون الإرسال دايركت من الجبهة على طول نرسل الموقع. يعني أنتوا الذي بتدلون الأخبار طازجة أول بأول على طول من عندنا بتحصلوها؟ إذن أنتوا جبهة لحالكم. أهلا وسهلا. الله يوفقكم. الله يحفظك يا غالي. الحين بتنقلوا من جبهة لجبهة بالفضائي هذا؟ نعم، هي هو عبارة عن صحن واثنين أجهزة تبعه ويسحب من الستلايت دايركت. معكم مراسلين؟ معكم مصورين؟ إيه معانا مراسلين ومصورين كل شيء. الله يوفقكم. الله يحفظك يا غالي. تشوف معنويات الناس عندما تجي تقابل معاهم ولا تصورهم؟ والله المعنويات مرتفعة. الشباب يعني إذا جلسوا مثلا سنة في الموقع أو 6 أشهر يبدأوا يطفشوا، بالأخص العساكر والمرابطين يتمنوا أنهم يتقدموا في الجبهات، يتمنوا أنها تتغير الأماكن، وهذا الذي نلاحظه. الجميع وده يذهب لبيته، يذهب يحرر منطقته، يعني معنوياتهم تكون مرتفعة لما يكون هناك فيه هجوم. فهمت علي؟ ونسأل الله النصر، المعنويات مرتفعة جدا. كيف تشوفوا المتابعين في الموقع من الناس اليمنيين المغتربين او اللي في المحافظات الاخرى، كيف بيتابعوا الجوف بالذات؟ انت بتقيم الجمهور؟ اقيم الجمهور الخارجي من خارج المحافظه. الان عندنا مثلا في مواقع التواصل عندنا عن طريق الواتساب تواصل معاهم، بتكون هناك الاخبار يعني من صنعاء بيواصلونها، وين وصلتوا؟ وين جيتوا؟ وين من صنعاء؟ من عمران؟ من صعده؟ يعني شفتوا يعني الناس كلهم الاحرار متشوقين لتقدم الجوف، ملهوفين حتى من صعده؟ من صعده وعمران وصنعاء، لانها يعني اللي محدد لهم. اي نعم، هي الثلاث المحدده من الجهه الغربيه. ان شاء الله الخير قادم باذن الله. وتبشروهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا يا استاذ يحيى. معنا ايضا هنا موهوب الاخ الجندي الاستاذ من؟ عبد الله سعيد. انت استاذ ولا جندي؟ جندي. حياك الله. منشد. يا سمعنا وشنف اذاننا بصوتك الرائع. هل من بشر او من ملك يمكن ان يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر
في حلقات الزمن تردد، هل من بشر مثل محمد؟ من ساوى عمرا ببلاد، وذاب الأبيض في الأسود، والمرأة من ذا حررها؟ دانت جسدا يستعبد، هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر مثل محمد؟ يا سلام عليك، شكرا لك وشكرا للفنان القدير أمين حاميم. شوف الأغنية هذه انتشرت قوي هذه الفترة، وما عاد باقي من انشود الديها لنا. خلاص شكرا 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 لك، شكرا لكم مشاهدي. يلا نواصل نكمل حلقتنا، تبقى أن نلتقي بالمحافظ والشيخ المجاهد أمين العكيمي. جو نشوف مشاهدي الكرام، أنا هنا في منزل الشيخ المحافظ أمين العكيمي المجاهد من بداية الجبهة. أهلا وسهلا بك في بيتك. حياك الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. طبعا معك مايك، أنا كذا خليته تبعي. أنا تبعك. أيوة. حياك الله. أنت دائما تسوي الطبزة. أهلا وسهلا. وما يبقى يعني الجو لا بالطبزة. الفنان الكبير الحاوري ومرافقيه كلهم من الإعلام ومن كل المكان والحضور جميعا، يسعدنا أن نجلس معكم ونسمع منكم كثير جدا، وكل ما عندنا هو خير إن شاء الله بشائر نصر بإذن الله. إحنا نسعد أكثر نشي نسمع منك أكثر. كل شيء طيب إن شاء الله عندنا، بشائر نصر موجودة والشباب جاهزين والناس كلهم مستعدين إن شاء الله لتخليص هذا الوطن من كل إنسان محرك أو فاسد. الله أكبر. ومعنا كثير من الناس الأبطال والأوفياء اللي يعطونا كل شيء ما شاء الله، ويساعدونا في كل مكان ونعم بهم، وكثير من الناس. من أخ مدير ناحية الغيل ما شاء الله، أرجو أن يكون له التصريح الواضح الكبير جدا، وهو يستحق له مواقف كبيرة جدا في التحرير، وبالخص تحرير مديرية الغيل التي كانت المعقل الأساسي من حافظ الجوف للحوثيين. زرناها طبعا أمس. أرجو أن ينتقل الميكروفون إليه وسنكتفي بما طرح من لحظة الباقي، نزيد نسألك بعض الأشياء وبعدين ننتقل إلى طيب. إلى طيب، متى إحنا زرنا الجبهات وما شاء الله معنويات الرجال عالي جدا، لكن متى ستلتقي إن شاء الله جبهة خب الشعف بالبقع؟ هي في طريقها إن شاء الله للالتقاء، والأمور طيبة إن شاء الله، سنلتقي قريبا جدا. كم يبعد المسافة بين المسافة قريبة لكنها مهيئة قريبة ومهيئة إن شاء الله بإذن الله. طيب رسالتك قبل ما ننتقل إلى صحة، رسالة للشعب اليمني كله يسمع كلام. أول رسالة للإخوة مع الإنقلابيين اللي مغرر بهم، إننا إخوانهم وأباءهم وأبنائهم، وإننا سنحتضنهم بالأحضان، فعلى علهم جروا مصلحة اليمن أكثر. أنا أفتكر إن قد أيسوا وقنعوا من الزوامل ومن الشعوثة، وأقول لهم نحن بانتظارهم يأتونها، بانتظارهم ليتحركوا من الداخل، ونحن معولين عليهم كثير جدا، ونحن نعلم قلوبهم معنا ومواقفهم معنا، وإنما خرص سيرتهم. فأرجو أن كل أب وأخ وأم أن تدعي ابنها المغرر إليها ليكون مدافع عن الوطن ويحافظ على مصلحة وبناء هذا اليمن واستقراره. الرسالة الأخرى لكل إخواني الجيش الوطني والمقاومة، نقول لهم بوركتم جزاكم الله خير، وقد رأينا منكم في كل الجبهات وفي كل مكان ما يلتد به البصر وما يرتاح به القلب، وإنما نقول مزيد، لقد قربنا للحسم بإذن الله. ومن هذا المكان أدعو لإخواني أن تعزوا، أشكرهم شكرا كثيرا، لقد هيئوا الانتصار، وقد حسم تعز هو حسم صنعاء، الله أكبر، وحسم تعز هو حسم صعدة بالذات. نحن منتظرين الفرج والنصر إن شاء الله من تعز
لقد هبت كثير من نسائم التحرير من 26 سبتمبر حتى الآن، ورياح التحرير هي تهب من تعز، وهذه تعز هي دائما تعطي دورها في العزة والكرامة والتحرير والدفاع عن الوطن. دائما دور تعز هو الرائد، دائما دور تعز هو المثال الأعلى وهو الحاسم. المحاصرة أكثر من عام هي بدأت الآن تنتفض، الله بدأت الآن تحل المواقف، وهذه ما يجب أن تحذوبه كل المحافظات الأخرى، نحذو هذا المحافظة العريقة العميقة المقدامة التي حصرت حتى من الماء والأكل، واليوم بدأت تنتفض وفكت الحصار وبدأت تحرر المنطقة، طول المنطقة والموقع طول الموقع والمديرية طول المديرية. نحن ننتظر منها باكر إن شاء الله، وهي متجهة إلى إب إلى ذمار إلى صنعاء، وهذا نتوقعه. وعلينا أن هنا في محافظة الجوف أن نحاول أن نقدم الخطاء حتى نستأثر بكثير من الخطاء في هذه البلاد، نلتقي مع أخواننا في تعز في صنعاء في أقرب مكان إن شاء الله، في صنعاء قريب بإذن الله. وعلى كل من هو في المواقع والجيش الوطني والمقاومة واللي خارج الشرفاء الصادقين المجدين أن يعدوا لهذا اليوم الطيب إن شاء الله الذي قرب وقته وبدأت خطواته تمشي من تعز بإذن الله. وأشكر كل من جاهد وناضل، وأشكركم كثيرا جدا حضرتكم بمواقف وجهادكم المواقف وتوضيحاتكم ورسائلكم المضحكة المبكية، الله المستعان، الذي تحدث من عمق الواقع. شكرا للجميع، شكرا لك الله. جزاك الله خير، وعذرنا ازعجناك اليوم يعني ويعني ما شاء الله بنشوف الناس كلهم عندهم قضايا عندكم وكذا، نسأل الله أن يوفقه ويعينك. يعني جالي سؤال هكذا خطر على بالي، الجوف شوهت يعني في المرحلة السابقة، الآن بدأت تنتعش. بنشوف في الحزم، أنا زرتها في 2013 كان ما هيش بهذا الشكل، الآن بنشوف الناس ما شاء الله ازدحام سكاني عجيب. الجوف همشت، هي المحافظة المحرومة المحاربة التي حاربوا بينها وجعلوها متناحرة كقبائل بينها. الجوف بدأت الآن تخطو خطوة صادقة وجادة مع أبنائها، وأبنائها بدأوا يخطوا مع أنفسهم بصدق وجد وإخلاص وتلاحم ووئام وصدق. الجوف إن شاء الله احترام مستقبلها إن شاء الله بعد ما تتحرر جميعا، مستقبلها طيب بإذن الله جدا. هي الآن الجوف فارحة ومسرورة بتدشين الإقليم ولقاءات الإقليم التي مرت في الأسابيع القادمة. الجوف تتهيأ إن شاء الله أن تكون هي الداعم والمحتضن لمخرجات الحوار الوطني، وهي المبادر لتطبيق مخرجات الحوار الوطني في ظل الاستفتاء على الدستور القادم إن شاء الله من قريب بإذن الله. كما سمعنا من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله أن مخرجات النن الدستور مسودة الدستور ستنزل، وسيتم الاستفتاء على الدستور، وبالاستفتاء على الدستور سنكمل ما بدأنا فيه في الأقاليم وفي ذلك إقليم سبع الذي بدأ وعين رئيس إقليم يقوم بالعمل في إقليم سبع في الفترة هذه الموجودة الفترة الحالية حسب الظروف الموجودة، وهو قائم بالواجب إن شاء الله، وسنستمر إن شاء الله في تحقيق ما يصلح اليمن ويوحده وما يقيم الدولة الفيدرالية في هذا الوطن الحبيب إن شاء الله. جزاك الله خير، وفقك الله، الله يحفظك. الحين مع مديرية الغيل، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأخوان الإعلاميين ونرحب بهم أهلا وسهلا، وشكرا والأخ الحاوري، وشكرا للشيخ أمين في منزله. كما نوضح لكم عن مديرية الغيل أنها كانت محتلة ومنهوبة ونزحنا وشردنا، لكن الله دالنا محافظ المحافظة اللي هو الشيخ أمين
وحررها وصفاها، والآن هي أصبحت صافية. وأبشركم في كل ربوع الجبهات للنصر قادم، وأنها بوجود الرجل هذا سوف يتحقق كل شيء، يحقق اللي ما يتحققها أي إنسان. وشكرا للجميع. شكرا لكم، جزاكم الله خير، وفقكم الله، وما دام قاد أثناء أمثالكم بإذن الله أن النصر قريب إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص ختاما نختم حلقتنا لهذا اليوم بالكلام الجميل الذي أعطانا الشيخ أمين والشيخ الفاضل شايف درهم المحبوبي والشيخ شايف درهم. أنتم من آل المحابيب الذي قتلوا ما يقارب 80 أو 70 في بيوتهم، وإحنا صورناها في حلقة. قتلوا في بيوتهم وكان يخرجوا جثث الشهداء ويفجروا البيوت. نعم كانوا يدخلوا وكانوا يدخلوا على البيوت والناس فيها ويفجروها على الناس. حسبنا الله. سمعت. لكن الحمد لله انها زال الظلم، والظلم له نهايه. الله المستعان. ولا الحق يعلى ولا يعلى عليه. الله اكبر. وشكرا. شكرا لكم. دار الغير. ايه زرناها وصورناها وكان لنا شرف اليوم ان احنا نلتقي بكم. اذا عرفوا الناس كلهم ليش الناس في الجبهات، لانهم ظلموا، لانهم طردوا، لانهم فجرت بيوتهم وقتلوا في بيوتهم. يفهم اللي ما عاد يفهم. نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده وقادمه من جبهه من الجبهات الموجوده، ومع احرار وابطال اشاوس من الجيش الوطني والمقاومه. في امان الله. وموطني وثورتي من أجل جمهوريتي ووحدتي وأمتي. من أجل من تشردوا وعذبوا وطردوا حتى يعود المبعد ويأمن المشرد. أنا بشير المتعبين، أنا غذاء الجائعين، أنا الخلاص للسجين، أنا السلام والحنين.